fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم، معاكم يوسف بكري. النهاردة يا جماعة لو أنت لسه أول مرة تشوف فيديوهاتي، ما تنساش تشترك في القناة على زرار سبسكرايب تحت، عشان أنا نفسي أوصل ل10,000 مشترك يا جماعة. يا ريت توصلوني للعدد ده لأن أنا نفسي أوصل له جدا. دوس على السبسكرايب تحت وفعل الجرس عشان يوصلك نوتيفيكيشنز أو إشعارات بكل فيديو جديد أنا بنزله في القناة، ولايك وشير مع أصحابك وكده. أوكي، النهاردة ده فيديو مختلف شوية، طالع أقول لكم القنوات اللي أنا بحبها على اليوتيوب. أول قناة نبتدي بيها طبعا يا جماعة، في قنوات كتيرة جدا بس انا نقيت القنوات اللي انا بحبها. مش عايز حد يكتب لي في الكومنت انت ليه ما بتدعمش قناتي. يا جماعة انا الصراحة يعني ما بحبش حوار اللي هو اشترك في قناتي هاشترك في قناتك ومردودة والشغل ده، ما بحبوش خالص، لان ده مش هيوصلك في الاخر. انت هتعمل له اشتراك وهو هيعمل لك اشتراك كده، انت ما كسبتش حاجة. هتقعد تقول لكل واحد اعمل اشتراك، ما انت عندك مواقع كتيرة ممكن تخش عليها وتجيب اشتراكات بدل ما تتعب نفسك وتقعد تقول اشترك في قناتي والكلام ده. فطالع النهارده اقول لكم القنوات اللي انا بحبها جدا على اليوتيوب. نبتدي باول قناة وهي قناة يحيى رضوان. يا جماعة القناة دي انا بحبها جدا، قناة يحيى رضوان. هي مختصة في المجال التكنولوجي، تتكلم عن بتعمل ريفيوهات لموبايلات او اجهزة. وصراحة انا عاجبني فيديوهاته جدا لان فيديوهاته الكواليتي بتاعتها حلوة وبسيطة جدا جدا، وبيعمل ريفيو للموبايلات بطريقة احترافية. تاني قناة انا بحبها جدا هي قناة يوسف عاطف، هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. قناة متميزة جدا في مجال التكنولوجي، وانا ابتديت في الاول لما كنت بتفرج على فيديوهات التكنولوجي ابتديت بيوسف عاطف، عجبتني فيديوهاته جدا وبدأ حسن في الكواليتي، وهو دلوقتي الكواليتي بتاعه روعه الصراحه. هو كان بيعمل اول فيديوهات 4K، دلوقتي 1080p بس عادي 1080p لانه مفيش حد بيتفرج على 4K اساسا. بيهتم بمجال الريفيو زي حرضوان بالظبط، مجال الريفيو والموبايلات والاجهزه والتكنولوجيا وكده واخبار التكنولوجيا. هما الاثنين يوسف عاطف يحيى رضوان من احسن الناس اللي بحبهم في الريفيو بتوع الموبايلات والتكنولوجيا. تالت قناه بحبها جدا هي قناه فيها 15,000 مشترك، وهي قناه ابداع المحترف. ابداع المحترف كانت بادئه الاول قليله وانا كنت بتابعها وهي كانت اقل مني، بس كبرت ما شاء الله. طبعا ده بسبب ان هو بيقدم محتويات كويسه جدا في شروحات ادوبي بريمير برو سي سي، وبيشرح لك ازاي تبتدي في اليوتيوب وازاي تصور بالكاميرا الموبايل او بكاميرا عاديه، والامكانيات اللي تقدر تبقى بيها يوتيوبر كويس، وشروحات وكورسات على برنامج ادوبي بريمير برو. فالصراحه قناته عجباني جدا، اشتركوا فيها، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن. رابع قناه بحبها جدا هي قناه مصطفى مكرم تي في. طبعا قناه مصطفى مكرم من احسن القنوات في شروحات برنامج المونتاج ادوبي بريمير برو. طبعا مصطفى مكرم شروحاته كويسه جدا، بيدي كورسات قويه جدا في ادوبي بريمير برو ببلاش من غير اي حاجه، انت هتخش تتفرج على الكورسات بتاعته وتستفاد في البرنامج جدا. هتلاقوا برده القناه لينك القناه في الديسكريبشن تحت. خامس قناه بحبها جدا هي قناه عبد الله حيدر. عبد الله حيدر قناته فيها دلوقتي 4K سبسكرايبرز، بتكبر بشكل حلو جدا ما شاء الله، 4000 مشترك، وهو ما يستحقش 4000 مشترك، يستحق بجد يعني الحقيقه يستحق 200,000 مشترك 400,000 مشترك. ده اللي انا شايفه لان هو قناته حلوه جدا جدا جدا. بيعمل ايه بقى عبد الله حيدر؟ بينشر فيديوهات بيكشف لك الخدع بتاعه معظم اليوتيوبرز زي دايلر او زد شو زد، او يوتيوبرز كتير بيعملوا خدع بالمونتاج في فيديوهات بتاعتهم، فهو بيطلع يشرح لك الخدع دي بيعملوها ازاي في المونتاج. فصراحة قناته حلوة جدا جدا جدا، وانا هفضل ادعمه لحد ما يوصل ان شاء الله، لان انا اول مرة اشوف واحد في المحتوى العربي بيعمل الموضوع ده، بيعرف هو يفهم الخدع لوحده ويشرحها على الادوبي بريمير، فدي حاجة كويسة جدا جدا جدا. القناة اللي بعديها يا جماعة اللي انا بحبها جدا 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 هي قناة محي ياسر. محي ياسر يا جماعة انا بحبه جدا، هو اول فلوجر مصري الصراحة انا اشوفه فيديوهاته نظيفة جدا، يستحق مليون مشترك ويبقى زي سنيان خالد او الفلوجرز الكتير قوي دول. فهو الصراحة المحتوى بتاعه حلو جدا، وبيعمل تحديات ومقالب وفيديوهات رياكشن وفيديوهات منوعة هتعجبكم جدا، احط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، روحوا اتفرجوا على قناته عشان حلوة جدا الصراحة وعجبتني جدا. اوكي، وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة على زرار سبسكرايب تحت وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل فيديو جديد بنزله في القناة، وتضغط لايك وتعمل شير للفيديو مع اصحابك، وحط لي قول لي عايزكم تكتبوا ايه في الكومنت تحت في الفيديو ده. تكتب قناتي حلوة زورها، اكتب الكومنت ده قناتي حلوة زورها، هزور قناتك واشوفها واشوف الفيديوهات بتاعتك حلوة ولا لا، ولو عجبتني جدا انا هطلع ادعمك واقول قناتك قدام الناس عشان تروح تشوفها لو المحتوى بتاعك عجبني. فما تنساش تعمل الكومنت تحت تقول انا قناتي حلوة وانا هخش عليها واشوف فيديوهاتك. كان معاكم يوسف بكري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
talking. Ain't no room for talking. Mix it to the liquor.